السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. دي الحلقة رقم 18 من كورس البرونانسيشن، وده كورس بنتعلم فيه نطق الأمريكان، وده زي ما اتفقنا بيفيدنا كتير جدا لو أنا عايز أسمع حد بيتكلم إنجليش أقدر أفهمه بسهولة، وعشان لما أنا أجي أتكلم أقدر أعبر بسهولة واللي قدامي يقدر يفهمني. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننطق حرف الجي والجي. الفيديو كالعادة إن شاء الله يبقى متقسم أربع أجزاء، أول جزء النطق الغلط، تاني جزء النطق الصح، تالت جزء بعرف القاعدة، ورابع جزء بشوف أمثلة عشان أطبق الموضوع أكتر. أول حاجة معانا وهي النطق الغلط، large large، imagine imagine، energy energy، manager manager، jeans jeans، jam jam، job job. ده كده كان النطق الغلط. تعالوا بقى نشوف النطق الصح. large large large، imagine imagine imagine، energy energy energy، manager manager manager، jeans jeans jeans، jam jam jam، job job job. تالت حاجة معانا وهي قاعدة، باختصار جدا لما تلاقي الجي والجي هتعمل حاجة جميلة جدا، هتضيف بس hidden دي، يعني هتضيف دي قبليها، هتضيف دي قبليها، فمش بقول large بقول large large large، هضيف بس ايه دي قبل الايه، قبل الجي، قبل الجي وقبل الجي، فبقول imagine imagine imagine، قبليها دي كده خفيفة، energy energy energy، مش energy لا energy، فهضيف دي كده قبل الجي، manager manager manager، مش manager لا، بضيف قبل الجي دي، manager manager، jeans jeans jeans، في دي برضو قبل الجي، jam jam jam، job job job. طيب في ملحوظتين على القاعده دي. اول ملحوظه، احيانا هتلاقي الجي بتنتطق جي من غير hidden دي قبليها او من غير دي قبليها. طب امتى بيحصل كده؟ بيحصل كده في كلمات قليله جدا 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 في الانجليش، ودي بعض الكلمات اللي اصلها اصلا فرنش، زي جراج جراج جراج، هي الكلمه عشان هي مش انجليش فبنطقها كده، ودي اول ملحوظه. تاني ملحوظه، ساعات بنطق الجي بس مش في حرف الجي، يعني ساعات بقول ميجر ميجر ميجر، هنا انا بقول الجي بس هي مش في حرف الجي، مش في شكل حرف الجي، ميجر ميجر، تريجر تريجر treasure، visual visual visual، فدي كلمات انا بقول فيها الجي بس هي مش مكتوبه فيها. رابع حاجه معانا اللي هي الامثله، تعالوا بقى نشوف بعض الامثله عشان نطبق على الجي والجي. giant giant giant، german german german، generate generate generate، giraffe giraffe giraffe، general general general، gentle gentle gentle، genius genius genius، gem gem gem، gender gender gender، magic magic magic، مش بقول magic انا بقول magic magic، في hidden دي قبلها، magic، agent agent agent، original original original. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، هتلاقيها على القناه على اليوتيوب. لو عندك اي اسئله او اقتراحات عن مواضيع معينه اكتبها لي في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم، وباي باي.